مثل ما تفضلت بعض المشاريع اكثر من عقد من الزمان تاخرت وتلكيت لسبب او لاخر كما تفضل الجناب. نعم. لكن باختصار يعني سريع جدا، ولا الموضوع بوثيقه مفصله ممكن ابعثها لجنابك وانا ارسلتها يعني شبكه الاعلام العراقي، ممكن تطلع على تفاصيل ما يخص افتتاح المستشفيات والمؤسسات الصحيه الجديده، وايضا اعاده تاهيل المؤسسات المهمه، لان احنا نسير باتجاهين، البناء من الصفر اذا صح التعبير، يعني تستحدث مؤسسه لم تكن موجوده. نعم. والجناح الثاني او النوع الاخر هو إعادة تهيئة المؤسسات الصحية، وهذا المشروع اللي في ظل الحكومة الحالية بدأ في مستشفى الكاظمية الزيارة المعروفة. خلي بداية حديثنا يتعلق بالمحور الأول، البناء من الصفر، إكمال المستشفيات المتلكئة. نعم، باختصار شديد أذكر لجنابك، أنت تذكر في أواخر العام الماضي مستشفى السياب التعليمي في البصرة. نعم. أو التركي. اللي هو مثل ما تفضلت ربما 10 سنوات أو أكثر التأخر والتلكؤ كان فيه، اللي هو سعة 500 سرير تقريبا قابلة للزيادة. أيضا مستشفى مطابق إلى افتتح في ميسان أيضا شركة تركية، وهو مستشفى الحكيم. ما ننسى مركز أمراض الدم وزراعة الثقيل العظم اللي افتتحه أيضا رئيس مجلس الوزراء هنا في بغداد في مدينة الطب، وبسعة 121 سرير قابلة للزيادة. أهمية هذا المركز أن احنا سابقا كنا نضطر مرضى زراعة نقيل العظم او نخاع العظم نرسلهم خارج العراق، وتعرف عمليه مكلفه جدا وخطره جدا، الان ممكن نزرع نفس هذا التداخل في بغداد.